بكره نهائي الكاس الاهلي وبيراميدز، وطبعا في زوبعه كبيره عن المباراه، مشاكل كثيره، حاجات ليها علاقه بالتحكيم، حاجات ليها علاقه بالاستثمار اصلا في نادي بيراميدز او استمرار اخواننا من دوله الامارات في نادي بيراميدز من عدمه، اشياء كثيره خطيره تحيط بهذه المباراه. معانا الاستاذ احمد جلال الناقد الرياضي، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ عمرو، اهلا بكل مشاهديك. ايه مشكله بيراميدز مع الماتش بتاع بكره؟ الحقيقه يعني وفقا اللي اتقال من بيراميدز، يعني شويه امور متدرجه وصلت الى قصه حكم مباراه الاهلي وبيراميدز والاصرار على اقامه المباراه بطاقم تحكيم مصري، فشعر مسؤول بيراميدز ومالكو بيراميدز ان هناك نوعا من التعنت. دي كانت زي ما قالوا هم في البيان القشه التي اكملت مربع الـ يعني التعنت، وبالتالي تم يعني اصدار هذا البيان بسحب الاستثمارات. ان هم هيراجعوا استثماراتهم اللي موجوده في النادي والانشطه الاجتماعيه والرياضيه، واخر الموسم هيشوفوا موقفهم ايه من النادي. بالظبط كده، لان كان في اكثر من متغير. اول متغير ان اتحاد الكره يعني ناصر وساند ودعم فيوتشر في الشكوى التي قدمها بيراميدز ضده بشان اشراك اللاعب احمد رفعت دون وجه حق. اتحاد الكره ارسل ما يؤكد ان القيد للاعب احمد رفعت تم بشكل صحيح، بينما ثبت في النهايه ان ما قاله اتحاد الكره امر خاطئ ولم يكن القيد بشكل صحيح، وان بيراميدز كان محقا، وبالتالي تم خصم نقاط من فيوتشر ويعني تغريمه 10,000 دولار، ولو كان هو اللي صعد كان هيتم استبعاده من البطوله طبقا لهذه العقوبه. ايه مشكله اتحاد الكوره انه كان يجيب لبيراميدز حكام اجانب؟ المشكله ان اتحاد الكوره لم يوضح الملابسات الاصرار على تعيين طاقم تحكيم مصري من البدايه، وبعدين يعني اتقال كلام لا اساس له من الصحه، من عينه لا انت قدمت لي طلب باقامه المباراه بطاقم تحكيم اجنبي او طلب استخدام طاقم تحكيم اجنبي، يعني ومش قبل يوم قبل 14 يوم من المباراه، في حين اصلا ان اتحاد الكره ارسل بشكل رسمي الى الاهلي وبيراميدز ان المباراه هتقام بطاقم تحكيم مصري، او موعد المباراه اصلا تم تحديده وارساله للانديه يوم 30 مارس. والمباراة يوم 10 ابريل. طب هو حتى ما فيش المهلة اللي تسمح يوم. طبعا. فما بالك بقى يا استاذ عمرو ان اصلا ما فيش حاجة في اللائحة بتقول 14 يوم. هذا امر مضحك وامر غير صحيح بالمرة. ما فيش حاجة في اللائحة بتقول ان انت تخترني قبلها ب 14 يوم. طب نخش في الجزئية الثانية، الناس متصورة ان طاقم التحكيم جاي علشان النادي الاهلي، فبيراميدز اكد ان الامر ده لا اساس له من الصحة وان مشكلته مع اتحاد الكرة وليست مع النادي الاهلي، بالدليل ان النادي الاهلي نفسه كان يعني منحازا لاقامه اللقاء بطاقم تحكيم اجنبي، وحتى وقتنا هذا اذا سالت اي مسؤول في النادي الاهلي عايز الماتش يقام بتحكيم ايه؟ هيقول لك بتحكيم اجنبي. انت سالت اي حد في مصر هيقول لك هات حكام اجانب. طيب انت دلوقتي اصريت على طاقم تحكيم مصري، بريرا ايه السبب؟ ده اللي ذكره سياده الوزير، بقى الوزير بيتكلم في كل حاجه دلوقتي هيعمل ايه؟ مع ان دي امور فنيه بحته. قال لك يعني يا جماعه انتم عايزين تكونوا حكام مصريين، طب تصدوا للموقف واطلعوا قولوا ليه السبب، قولوا ليه ايه وجهه نظر بريرا الخبير البرتغالي في اقامه اللقاء بتحكيم مصري. طب الراجل قال كده علشان هو عارف ان في ملابسات دلوقتي في تعيين اطقم التحكيم المصريه في بطولات افريقيه خارجيه، لازم يكون المباريات المهمه في مصر يديرها اطقم تحكيم مصريه. طب ده اتقال؟ لا ما اتقالش. فانت عمال تكبر كره الثلج وتتدحرج تتدحرج ومحدش بيتكلم، وكل شويه بتشوف خطا غريب وخطا يعني عجيب، قصه ان انت بتقول لاعب قيد بشكل صحيح وطلع ان هو ما قيدش بشكل صحيح. انا عايز اقول لحضرتك ان القصه دي في منتهى الخطوره لو الامر تم تصعيده من جديد وقدام لجنه الاستئناف من الطرف الشاكي او الطرف طب خلينا نتكلم في الكوره. الماتش بكره ظروفه ايه؟ يعني الفرقتين ظروفهم ايه؟ مين حظوظه افضل؟ مين لعيبه مهمه ممكن تغيب بكره؟ بيراميدز الحقيقه عنده غيابات مؤثره جدا. يكفينا انا اقول لك ان مصطفى فتحي يعني عنده معاقب بكارت احمر وغايب ماتشين ومنهم الماتش بتاع بكره. علي جبر قائد الدفاع مش موجود.
كمان فخر الدين بن يوسف التونسي وفخر لكاي الجنوب افريقي رأسي الحرب الاساسيين مصابين. فالراجل هيضطر ان هو يلاعب بكره ابراهيم عادل رأس حرب وهمي في اللقاء اللي هو باتشيكو يعني. فعندهم اربع غيابات مؤثره الحقيقه ده نص الفرقه يعني، مصطفى فتحي وعلي جبر و علي جبر ده لوحده هو اللي كان بيشيل كل الكور العاليه، وفخري لكاي وفخر الدين بن يوسف اربعه مؤسسين الحقيقه. طب رمضان صبحي ايه؟ انا بقول لحضرتك رمضان صبحي جاهز من الماتش اللي فات، لكن الراجل قرر ان هو ريحه عشان يبقى جاهز لمباراه القمه او ما بين الاهلي وبيراميدز، وهنا بقى هيتوقف على وجهه نظر الراجل يلعب اساسي او يشتري كوارك رابحه حسب مقتضيات الظروف. طب الاهلي طبعا جاهز كامل متكامل اكيد يعني. يعني هو الغياب الوحيد، ويعني مش غياب كمان للاصابه لان هو جاهز، لكن ما لعبش ماتشات هو محمود متولي اللي كان عنده شد في العضله الخلفيه، وهو كده كده الراجل كولر يعني ما بيغيرش كتير قوي في المنطقه الخلفيه. انما كهربا موجود، حسين الشحات موجود، محمد شريف موجود، بيرسي تاو موجود، بيرسي تاو موجود، قفشه موجود، احمد عبد القادر موجود، احمد عبد القادر موجود، جايز بكره موجود. يرجع الشناوي، بكره يرجع علي الشناوي، علي معلول. طب ده منتخب مصر يعني، هو كله موجود، لكن الكره ما فيهاش كبيره اصلا. طيب ايه اخبار مدرب الزمالك الجديد؟ مين مدرب الزمالك الجديد؟ الكولومبي اوسوريو. يعني الراجل ده عنده سي في كويس قوي، مرن نادي ناشونال اتلتيكو ناشونال الكولومبي، عمل معاه انجازات كبيره، خد معاه حوالي 3 بطولات، يعني مرة منتخب المكسيك حوالي 52 مباراة، ولعب معاهم في كأس العالم وكسب ألمانيا 1-0 وصعد معاهم دور الثمانية، فعنده سي في كويس. لكن بعدين الراجل ده كل يعني السي في بتاعه بيقول ان هو راجل بتاع شغل وما بيهزرش، والفترة اللي جاية يعني هيتم يعني اطلاق سراح المدير الفني في كل شيء بما فيها، وده الملف الشائك في نادي الزمالك الصفقات. يعني احد اسباب تراجع نادي الزمالك هذا الموسم بلا ادنى شك ان الصفقات لم تكن على المستوى المطلوب. فالصفقات هيتم التشاور ما بين ميدو وامير مرتضى واوسوريو المدرب الجديد خوان كارلوس اوسوريو. فاعتقد ان في امور بدات تتحط بالشكل الصحيح، لان الزمالك لم يكن على الطريق الصحيح الفتره اللي فاتت. واعتقد ان ممكن تشوف حوالي ما بين 7 ل10 لعيبه بره الزمالك السنه الجايه، بصرف النظر عن الماتشات اللي بتتلعب دلوقتي. لكن خلاص الزمالك ما عندوش ادنى مجال للمنافسه الا في بطوله كاس سوبر، منتظر الفائز من بيراميدز والاهلي، وبعد كده عنده كاس مصر النسخه الجديده لسه ما اتلعبتش، والبطوله العربيه اللي هتتلعب في شهر 8، دول البطولات الجديده. لا الزمالك ما جاش السنه دي، ما يعني عادي مش السنه دي ان شاء الله، لكن احنا نجهز فرقه بقى للسنه الجايه. يعني البطولات اللي بقول لحضرتك عليها دي ممكن يكون فيها صفقات جديده، يعني شهر 8 ده الزمالك هيكون دعم بلاعيبه جدد، فبالتالي هيكون في طموحات مختلفه وفي اوراق جديده وفي دماء جديده تنعش الزمالك وتعيده الى رونقه الطبيعي. اكيد الاستاذ احمد جلال الناقد الرياضي بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نطلع فاصل اعلاني.